وأنا في رأيي يعني البدء حتى الأشياء بسيطة زي الأكل والتعلم. يعني هلأ أنا في رأيي العائلات إنه لازم تعود تكون مسؤولة عن شو الأولاد بوكلوا، أولادهم بوكلوا، وشو أولادهم تعلموا، لأنه هون المشكلة، وهون المشكلة اللي ما حد يحكي عنها. نحكي عن سياسة، نحكي عن الأشياء اللي كثير كبيرة. طب اللي بوكلوا الطفل كمان وسخ، وسخ زي وسخ السياسة زي فكرة والفكر اللي يعني على رأيك لما يعني حكيت عن أمي. طب هلا أمي يعني أقل لأنها أمية، معرفتها أقل من معرفتي، معرفتها تختلف عن معرفتي وكثير من النواحي أفضل لأنه معرفتها ما بتدور. أنا درست رياضيات ودرست رياضيات وانضريت وضريت، مع أن الناس بتطلع على الرياضيات أنها محايدة. لا، أنا بعد يعني بعتبر الرياضيات كانت أكبر مخرج للحياة البشرية. لما تصير تقيس أشياء لا تقاس، يعني المعرفة مين عمره فكر إنه يقيس المعرفة؟ وكيف بقيس المعرفة؟ من خلال كلمات، مش من خلال فعل. فعني هذا تخريب نفسه طبعا. لكن المدنية الحديثة يعني لو حسب يلخصها تحسين المظهر وتخريج الجوهر، نقطة بالذات شيء على مستوى المظهر تقريبا كل شيء تحسن نتيجة الحضارة الغربية. على مستوى الجوهر أنا أتحدى أي واحد، جد أتحدى أي واحد يقول لي إنه شيء في جوهر الحياة تحسن منذ استلمت أوروبا دفة التقدم. على مستوى الجوهر ولا شيء تحسن، كل شيء تخرب، كل شيء. الدين تخرب، الأكل تخرب، التعلم تخرب، العلاقة في البيت تخربت، العلاقة مع الطبيعة تخربت، الطبيعة تخربت، الهواء تخرب، المحيطات والمياه تخربت، روح الأديان تخربت، روح السياسة تخربت، الحكمة سجنت مش حتى خربت، ما عرفوش خربوها الحكمة، لا درس خربوا الحكمة فسجنوها، مش حتحكوش عنها إلا 500 سنة مش حتحكي عنها. طب أول جامعة عربية كان اسمها بيت الحكمة، بيت وحكمة، شوف أحلام. مش ولا جامعة حاليا لا عربية ولا غير عربية فيها روح الحكمة. بس ما بعرف أنا اللي مضبوط يعني عشت يعني وعرفت المدنية الغربية. المدنية الغربية أنا في رأيي مشكلتها إنها بتآمن في فكر ومادة، إن الحياة كلها فكر ومادة واللغة تتبع الفكر، بمعنى إنه تحكي عن الواقع من خلال كلمات من خلال الأفكار والحديث. الروح مش موجودة، وعشان هيك أنا بقول يعني ليش أنا بقول يعني اللي حصل مثلا في تونس ومصر المتابع الدين الجديد أو عهد الدين، لأنه هي ابتعاد الروح. اللي حصل في ميدان التحرير له فكر وله مادة، لا كان معه سلاح ولا كان عنده قدرات ولا كان عندهم يعني واحد عم يفكر والباقي يفكر. هذول كان عندهم روح اللي هي في عمق الحضارة المصرية، عمق المجتمعات، عمق التاريخ، عمق العلاقة مع كل ما هو جميل في الحياة، مع أرجوبة الحياة. وعشان هيك لما هبت حركة العالم كل متعطش لقيت فيه روح، لأن ما حد ما يقدر يفسر اللي صار في ميدان التحرير من خلال نظريات، كل نظريات باطلة، مع إنه جربوا طبعا يستعملوا كلمة ديمقراطية وكلمة حقوق، بس هذه ما لها قيمة، لا لها معنى في الحياة ولا لها معنى في الحياة. هل ليش الانتخابات تعني الديمقراطية بتعني انتخابات؟ بعدين بحطوا لك أشخاص زي أمريكا مثلا، شخصين ما بيختلفوا عن بعض إلا في بعض التفاصيل، ما لكش خيار ثالث يعني، عمره ما كان في خيار ثالث. ولما كان في خيار ثالث زي رالف نادر أهم شيء طبعا من أول عام، هو الوحيد اللي كان يحكي عن قضايا حقيقية، بس طبعا ما لوش محل لأنه مش جزء من النظام الثاني. فيعني هلا
انا يعني في رايي اللي عم بيصير في الميدان التحرير اللي صار في ميدان التحرير اللي صار في تونس شيء يعني اولا ما حصل في التاريخ من حد نفسه وحصل كليا بامكانيات الناس لا الاحزاب لها دور ولا التنظيم له دور ولا المؤسسات السياسيه والتعليميه والاكاديميين وكل هالغرطه هاي. انا بقول يعني انا اكاديمي اذا بتطلع على حياتي طول ما انا كنت عن جد اكاديمي جدي كنت عميل معرفي لا اقل عن عملاء سياسيين او صديق عميل معرفي. انا جايب بضاعه معرفه جاهزه من الغرب وعم ببيعها لطلابي بسعر مكلف. جامعاتنا مكلفة إجمالا، يعني جزء الجامعات المصرية الحكومية مش مكلفة بس إجمالا الجامعات في العالم الغربي حاليا. هلا مثلا في الأردن بدك تبدأ جامعة بتسجلها شركة وتروح على وزارة الشركات مش التربية لأنه بطلوا يعني يسكتوا خلص كل الدول العربية كده كل هو لا ما هو منين جاء هي بقول لك التلميع في الغرب اللي بغرب الجوهر يعني خذ السعادة مثلا يعني بعرف المجتمع الأمريكي يعني بجوز أقل بيت سعيد في العالم هو البيت الأمريكي ما في سعادة يعني هيك مثلا هون الواحد آخر النهار بيجتمع مع أولاده مع كذا يعني بيضحكوا وبيلعبوا كل أولاد صغار بيلفوا على مليون واحد. طب لما في المجتمع ما تكونش السعادة معيار النجاح في المدرسة البائسة معيار كيف المجتمع بيمشي؟ كيف العالم بيمشي؟ بس بنطلع الأشياء المبهرة في أمريكا أو في أوروبا بنفكر إنه شوف التقدم بيقول لك شوف التقدم عندنا مش زي ألمانيا. شو الألماني؟ هو الألماني بيعرفش يضحك. لابد يعني لما أول مرة رحت على ألمانيا بطلع عليهم بقول لهم يعني هذول أنا زين بخوف الأولاد لسه خاصة الرجال. لسه بنحكي إن برلين نسمة بتقول لي مدينة بائسة. أنا قلت مدينة حزينة. حزينة. ولسه تتعاطف معايا. هلا بيجي أثر على الشغل هذا. فيعني هي قضية أظني زي فاندورس بوكس اللي صار في ميدان التحرير بالذات كل شيء طلع لفوق كل الأوساخ وكل الأشياء الحلوة وكل الأشياء كلها هلا على السطح وهلا بدها وقت عبال ما الواحد يعني في الفضائيات في الحكومات وفي البنك الدولي وفي كل اللي بدهم يخربوا هدول محاولات التخريب يعني راح تكون شرسه بطريقه لانه بالنسبه لهم حياه وموت. هو بالنسبه للميزه ان ميدان التحرير ده ما اكتفاش في ميادين التحرير بس ولكن مثلا انتقل لكثير من المدارس. الطلبه دلوقتي لما في حاجه ما تعجبهمش بيعتبروا حوش المدرسه هو ميدان التحرير. وانتقل البيوت لما العيال هنا ما بيعجبهمش حاجه يقول لك هو احنا النهارده احنا في ميدان التحرير هنبقى في الصاله هنا وشوف مش هذا اللي حكيت عنها انه هو انتقل مش فكره انه انتقلت الفكره والروح الروح انتقلت وبالتالي ما تبدا تصير موجوده في كل ما لما ناس مثلا يسالوا طب وين ميدان التحرير هلا؟ ولا بدك تسال وين ميدان التحرير فيه؟ شو عمل فيه؟ وقديش انت عايش هذا الروح؟ هذا هو ميدان التحرير، بطل ميدان التحرير الكيلومتر المربع ميدان التحرير انفجر. وانا اشك انه اي واحد بيقدر يقول انا ما تاثرش بميدان التحرير في العالم. اذا وول ستريت اول من اول اللحظات اللي حملوها ذا ميدان از هير. انا بقول يعني اول مره منذ محمد علي الغرب بنى عن الشرق تحديدا نيويورك عن القاهره لاول مره. يعني محمد علي قال لنا من اولها هو اللي فتح الباب بدك
بتتحسن بتتقدم طريق الغرب. منها العام الغرب. منها العام الغرب بتتحسن بتتقدم. فهي ثورة الميدان برأيي ثورة ضد محمد علي كإدراك. مش ضد حسني مبارك، لا حسني مبارك يعني أجا بالآخر. أما اللي زرع بذور الهزيمة الداخلية والمعرفية بالذات محمد علي، يعني فيش عندنا احنا معرفة. نبعث شباب من مصر على إيطاليا وعلى فرنسا وخليهم يرجعوا لنا بالأجوبة الجاهزة. على مستوى السطح تحسنت مصر، أجوا عنده أشياء وزارة معارف وجيش، وجيش مجهز يعني بأسلحة حديثة وبضخ وبطل يعني مش شعبه بس مش هاوي شعبه بس يعني شعبه طبعا موسيم. فزي ما تقول يعني لأول مرة في نظام آلاف الفورميلا اللي حطها محمد علي خمس دوائر متوائم فرنسا شو اسمها اسبانيا عنده كل اللي عنده. طيب يعني نحن نص ساعة يعني ممكن نبدأ نقل على حوالي نحن نص ساعة خمسة نروح القاهرة نحن نص ساعة ممكن نبدأ نيويورك نروح القاهرة وسكانسن اللي صاروا بدهم يشيلوا المحاكم تبعهم وحاكموا الجذور وكذا يعني عم مكشوف هناك كمان نروح القاهرة. طب هل انت تروح تفكر فيها انه يعني هذه بس لو هاي حصلت حصلت والواحد بده يركز انه ما فيش شيء اسمه حضاره ارقى من الحضارات بشكل مطلق. كل حضاره لها سيئات، كل واحد يشرب بمن حضارته بمن وضعه بمن اتفاقه. بعرفش انا يعني شخصيا متفائل جدا ونفس الوقت شاعر الالم، بس انا كفلسطيني يعني مرقنا بمليون احباط فمرينا بهذه الاشياء يعني مش انه شيء عشان هيك يعني بلاقيهاش زي ما تقول شيء غريب انه بعد ما تحاول انك يعني الانتفاضه الاولى مين اللي خرب بيتنا بالانتفاضه الاولى؟ هو اوسلو مدريد ثم اوسلو. اسرائيل عرفت تمام انه هذا الروح في طريقه واحده يقضوا عليها من الداخل فجاءت المنظمه. هذا المنظمه عم تتنازل تتنازل كمان شويه بجوز اعلان دوله فلسطين بس فيش الاخر هدول ممكن انه يعلنوا عن دولة فلسطين والكل يهمينها بس مش قوي كانوا شوي شوي عم تحضر. بس هذا المنطق اللي بديه التنازل، التنازل اعطوه شرعية اللي خلوا حكومات عربية تعطي شرعية لإسرائيل. بس اظني اللي حامينا احنا شوية نتنياهو رافض رافض يلعب هذه اللعبه يعني من غرائب الامور انه بقول لهم لا ولا حتى على شبر بدنا نقول. بس هو يعني الحمد لله انه اعمى مبين عليه الله معميه. بس هو شو مصلحه سيطره اسرائيل انه يعني قديش سهل عليه يعطينا شويه هيك محل ويحط العلم ويعطونا صوت والصوت طبعا مش هلا لانه ما لناش صوت مهمين انا صير لنا صوت فقال لي خلينا نتنياهو عشان يحمل هذا وصلنا له بس عاملين اكله مصري بقى احنا عندنا حتى نعملها في العيد يعني في طلعه احنا احنا كمان قدومنا للقاهره بالنسبه للعيد عيد يعني عيد هو العالم يعني احنا بالنسبه لنا عيدين عيد وجود حضرتك وعيد الفته. بس انا جد يعني كثير كثير سعيد ويعني من وقت ما تعرفت على نسمة وبس قبل اربع ايام تعرفت على الاء بقول رغم انه برضه شاعر انه عندهم الم للي بيصير او للي ما بيصير يعني لازم يصير. بس بقول يعني روح الشباب بالحلاوه اللي موجوده فيهم نادر نادر بتلاقي عن جد شباب هالايام بهالحلاوه لانه عالم الاستهلاك ما خلاش فيه حلاوه غير حلاوه الاستهلاك. ورا لما في بوتيتو تشيبس
هذه حلاوة الأمر يعني. لا الورق اللي لما منيح ولا بطاقة الشيبس مفيدة بس الحمد لله يعني الواحد لما يقابل يعني هذه معي. وعشان هيك أنا بقول يعني هلأ الفلسطينية لازم يهجموا على مصر وتونس الشباب حتى يعاودوا نعاود مسرحية. والله أنا قابلت مجموعة من الشباب الفلسطينيين كانوا في الأزهر فحسيت إن عندهم طاقة أمل أنا كنت بتمنى أن أنقلها لكل شباب العالم العربي. بس منكم يعني رغم كل ما يحدث في فلسطين لو حصلت أي دولة عادية كنا لقيناها في خريطة دلوقتي تمام، إلا إنهم عندهم أمل كأنه هو بكرة فلسطين هتقوم بكامل أركانها. فهذا الشعور برضو يمكن التبادل المشاعر دي طبعا سبب رئيسي يعني بتدي الأمل في نفوس. وهذا أظن اللي عملته تونس بدءا وكملتها وضخمتها إنه تونس عودت رجعت إنه لا العرب لن يتفرقوا أبدا. هذه إشاعة حكومات إنه صار كل واحد عامل كيان خاص عنده كيانات خاصة أو إلى بس لما طلعت تونس كنا عود مش عارفنا إنه إيه هذه بلدنا حصلت عنا يعني مش في بلد غريب. ف زي ما بيقولوا لا يصح إلا صحيح وهذا صحيح. بس يعني يا جماعة إحنا يعني جايين عن جد نصرف الوقت معكم ونشوفكم ونتحدث معكم. أنا بالنسبة لي معرفتي هذول كونوهم كما كونتهم كتب. بدكم تعترفوا إنه هذه مصادر. أنا بالنسبة لي هذه مصادر مش أنت المتخرج ما هو بعدين بعد سنة أخذنا حل وسط خلي ابني كمان جاب بس ليه مش جاب خلي طاير. أنا يعني ملك هذا صار مثلاً مع ابني الصغير أنا ما كان رابع ابتدائي اللي أنا المدرسة مش جاب يعني العمر اكتشفت الحقيقة في جزء منه. قعد ثلاث سنوات خارج المدرسة رابع ابتدائي خامس وسادس بعدين حب يرجع أصلي رجعت الإطلاق صارت عشرة شهور كم عدس كمان سنة جامعة. هل المعرفة اللي عنده من نوع مختلف كبير يعني أنا ما عندي دكتور أنا هو معروف جامعة بس هو قرأ كتب أكثر مني. وفي فرق تاني إن أنا قرأت معظم الكتب اللي قرأتها حد أمي فرض عليه هو كل كتاب قرأه لأنه كان شغوف إنه يقرأ. فهلا في أشياء كثيرة في حياتي اللي تعدلت نتيجة المعرفة اللي هو جمعها مثلا قضية الأكل بعت الأكل النوكر. هلا هو حامل يعني بالشعار إنه أي أكل تطبخه تفصل معظم مكونات الحية. فأي شيء تبغى تشوفه يعني مثلا نوكر العدس اسمه عدس إذا حطيت العدس في الصحن طبقة رقيقة من المية بدأ ينفل خمس ست أيام وكل النفل في القيمة الغذائية اللي في العدس وهو حافة قليلة جدا بالنسبة لما ينفل. هلأ طبعا بالنسبة للأطفال اللي متعودين على الأشياء المصنعة يعني تقدر تعمليها مثلا تحطيها مع سلطة فهم بصير يأكلوا عدس مش مطبوخ القيمة الغذائية أضعاف العدس كده. هذه اللي عرفتها منه. وهلا قدر الإمكان بحاول إنه أعيش ضمن يعني معظم أكلي حاليا مش مطبوخ. هذه مثلا واحدة من الأشياء. إشي تاني طبعا بنعرفه بجوز بس ما نشوفش إنه إذا يعني أول شيء إذا الواحد صار عنده كوليسترول ولا صار عنده أي شيء من الأمراض الحديثة قضية الأكل اللي غير مطبوخ جزء. والحركة يومية يعني إذا ما بتتحرك يومية إذا عملت هذول الشغلتين ما بتحتاج لها هذه كمان
الحمد لله الحمد لله انا احتجت يعني ما احتجت ايش بس لما مثلا صار يعني استرست شويه طلع الكوليسترول شويه يعني مشينا على المعادله قبل اللي اخذ العجنه وهذا قلت له هيك قال لي مش هتضبط ضوع وقتك خلص خذ هذول الحبوب قلت له بدي اجربها بعد حوالي 6 شهور رجعت له كنت نازل حوالي 100 نقطه فبقول يعني هذا 90 فبقول لي ما خدش قلت له لا قال لي مستحيل قلت له بس هذا اللي حصل شو عملت قلت له قال لي والله هذه انا ما بلبس واحد ليه؟ لانه مهنيين بالضبط ماخذين طريق الجامعه طريق المعرفه اللي فيها فلوس لازم تشتري كبيره والا بتزبطش الدنيا بتزبطش لهم بتزبطش للشركات وما فيها شركات اللي اسمها جامعه يعني انا كل بقدر اقوله بحييك وبضل زي ما تقولي بهالطريق بس هذا معناه عليك جهد اكبر يعني مش اقل هذه مش راحه بس هذا جميل جدا لانه تصوري انت تكوني انا في رايي هذا رحت بدان التحليل لانه الانسان يشق طريقه طريق معرفته وطريق تعلمه اكبر خدمه بده يديها لنفسه ذا مشتغل لأن وقت المعرفة تعرف تكون مفيدة نافعة معرفة نافعة هلا مش هذا بس معرفة تستعمل كلمة نافعة إلا بمعنى واحد إنه تقدر تحصل على وظيفة إذا درست هيك سهل تحصل على وظيفة فبصير نافعة لك شخصيا كمستهلكة بس مش نافعة على الحياة المشتغل والله خطوة خطوة يعني طب شو أهلك يا أهلك بنت كم فاضل أنا مامتي خدت وقت عشان تتأقلم على الموضوع بس أنا باخد حين القرار باخده يعني هي حاجة تتعلق بيا في الآخر فماما قعدت فترة عشان تتأقلم على الفكرة بس في الآخر قبلتها يعني يعني هي بقت دلوقتي بتفكر بانه انا فعلا مش هكمل جامعه فيلا نشوف الاوبشنز الثانيه فشيز اكسبتنج ذا ايديا فمش مشكله بس خد شويه مجهود معاكي الاخت معايا شخصيا الاخت معايا بس انتوا هيك يعني ما كانش في اكبر يعني عشان تكفي احنا الاحتفالات عندنا عموما مرتبطه بالطعام يعني وهذا مش شيء عاطل يعني بس بقول انه في الوقت الحاضر صار الواحد لازم حتى يكون حذر من الطعام بطل العيش عيش ايوه صار كثير مرات العيش موت ايوه طيب هو اللي كله يشرب شاي ولا في حد عاوز يشرب نسكافيه ولا لا شاي ممتاز انا بالنسبه لي اعمل الشاي كله معلقه واحده سكر وشوف اللي يضيف انا حاسس للتعليم البديل ده خد له خلاص معالي سكر لا حضرتك احنا نروح على التعليم الاصيل التعليم الاصيل اللي موجود في المدارس والجامعات هي لو كانت سهله التقطيع بس اعتمدوا حضرتك في المراجع ان يحطوا ان والدتك من ضمن المراجع شكرا كتير يا دكتور اعتمدوا للمراجع عند حضرتك في الرسالة ان حط امك مرجع من المراجع والدتك اه وقفت يعني بس بعد زمان السرعة سنة استعدادي للتنازل عن الجزائر الفلسطينية بس انا بقول يعني غريب كيف جامعة بيقولوا عنها عليها خلف نظر بتخاف كأنه كل المعرفة اللي تنظر فهم جماعة أنا اللي يعني عم بحكي عن معرفتي شو أضاف لمعرفتي فأنتوا شو دخلكم ما تأتونيش على قناعاتي أتوني على الأشياء الثانية شو عم بعمل في هالقناة بس لا إذا اعترفوا في أنه أمي مصدر مرجع معناه بيشعروا أنه كل كيانهم انهم لانه معناه اي شيء بيصير مرجع بالضبط هو يعني اي شيء قلت له بالضبط اي شيء مرجع دود الارض اللي عايشت البشر الاف السنين هذه مش مرجع بلاش اتعلم منها بس انا دود الارض ما حد بيشوف سماوات لانه شركات الكيماويات والاسمده الكيماويه
كمان الانترفيو حضرتك قلت على مثال والدك لما ترك الصف. هو انا بقول لك هذا الشيء اللي صرفته يعني والدي مثلا اجبرني انا على المدرسه مع انه هو نفسه لما المعلم قال له وقف يا حمار وقف ابو يعني عم بيحكي قال له امال يجي قال له وقف ابوي قال له حاضر يا طول قال له شو قلت قال له هو اذا انا كنت حمار اللي كنا معنا طول حمل العصاية لمانة وركض نحو ابوي ابوي صدف يعني صدفة انه جنب يعني الدست تبعه جنب الباب باب الصف طلع ولم يعلم صف رابع طلع ف يعني لو وقتها مثلا كنت عارف هذه الاسرة بس طبعا كانت لسه كانت كل انت ودي تطلع من المدرسة قلت بدك تجبرني عليها بس هي احلى ما فيها انه يعني اطلعوني من بستان حقيقي ودخلوني صف بستان هذه هون الخدعة يعني بس انه كان في كل هذه الاشياء وشجر ونسر قال ايش هدوني على صف البستان حتى اتعلم انا ما عاد اتعلم بستان المثال ده ذكرني كتير ذكرني المثال ده باللي بيحصل في الجيوش العربية بالذات ان هم دايما الضباط والقيادات بيشتموا العساكر والاب والام وبتذكر يعني اصحابي السوريين الضابط لما بيكلم العساكر في الجيش السوري اول ما يدخلوا الخدمة بيقول له ارفع راسك فوق انت عسكري في الجيش العربي السوري يا كلب ما بتظبطش يعني ارفع راسك زي هو كلب يعني وفي مصر نفس الشيء يعني بيشتموا بالأب ليش مش شامس بس بطه هو بيعمل شيء واحنا لازم نكون أذكر بس الشباب اللي معنا معتز وتضبط السيارة فيهم نضطر نروح ننزلهم بعدين يجوا لكن حسب ترتيبات 3:30 يقولون 3 ده 3 كان شكرا 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 كثير على الجائزه والله انتم سعيدين جدا عرفتكم تنورتوا سعداء انه حصلت والنهارده احنا حطنا في النتيجه انه يعتبر عيد قومي للبيت عندنا وعندنا كمان عيد يعني اللي روحت لانه هي اول مره بنجي على القاهره بعد الثوره فبالنسبه لي كمان عيد واعتبر البيت بتاخوكم في اي وقت حضرتك شكرا شرفني وعشان هذا الشعور اللي انا شعره يعني شكرا كثير السعيد الله يبارك فيك على طول تجيبي لي زبالي لحيت اول ما تخيني فيها عندنا على طول ان شاء الله ان شاء الله وغريب هي على المطار يعني سعيد جدا اخيرا التقينا ان شاء الله منتا يعني لسه ما عرفناش نشبع منك يعني لا وانا كمان يعني بقول لك حابب اقعد في القاهره اكثر احنا شبعنا معكم سياره معلش سياره وصور انا نازل معاك سعيد